باي شخص دنيته مع هي بداي باي شخص دنيته مع هي بدي شخص خلق الله من أبعاد طهرة إن جيت أشب في وصوف الشعر زيف بحري المظلم شبيها لنارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة معقول مثل في زمننا بشر حي إلا فريد وفيه دهشة وثارة ومعقول مثل يلتقي بي أو خي إلا وحيد وفيه عالي الصدارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة يجعل أم جابتي تسكن في وجنان خلد وقصر وعلى عمارة ويجعل من يطوي الأراضي لنا طيب عمر لن فقد خسارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة وبوي شخص دنيته ما هي بذي شخص خلق الله من أبعاد طهرة إن جيت أشب في وصوف الشعر زيف بحري المظلم شبيها لنارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة معقول مثل في زمننا بشر حي إلا فريد وفيه دهشة وثارة ومعقول مثل يلتقي بي أو خي إلا وحيد وفيه عالي الصدارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة يجعل أم جابتي تسكن في وجنان خلد وقصر وعلى عمارة ويجعل من يطوي الأراضي لنا طيب عمر لن فقد خسارة وإن جيت بمدح ما زيد ولو شيء لأنه يزيد المدح ميات عبارة لأنه يزيد المدح ميات عبارة للطلب والاستفسار.